رد بقى. هاي مستر ريتشارد، وير ار يو؟ هاي نانسي، هاو ار يو؟ I'm so sorry, I only got back from Sharm now. But I have prepared your money, so it's at the old villa. Okay, now I'm traveling tomorrow and I really need the rest of my money today. Traveling tomorrow? Your money is ready and I would really like your opinion on some accessories I bought in Sharm. Well, actually, I'm very busy today. Can you send me someone? Nancy, I just don't have anyone I can trust with that amount of cash. I'd prefer if you can pick it up. Okay, can you send me your address in a message, please? I'll do that right away. Thank you. Bye. هتوحشيني يا نانسي. انت كمان يا سهر. على فكرة أنا وصيت ماما لو احتجتي أي حاجة روحي لها في أي وقت. اوكي يا حبيبتي. وخدي الفلوس دي. كفاية، أنت اديتيني مكافئتي خلاص. معلش عشان خاطري، ريحيني يا ستي. اوكي يا حبيبتي. بصي بقى، أنا اتفقت مع جاليري هيشتري كل الحاجات اللي عندنا، طبعاً بنص الثمن كالعادة لما يعرفوا إن في حد مزنوق ومسافر. بس anyway هو هيبعت النهاردة عمال هيشيلوا كل الحاجات دي. ما تنسيش أول ما يخلصوا قفلي وأدي المفتاح لماما. حاضر يا حبيبتي، ما تقلقيش. مش عايزة حاجة؟ ميرسي يا حبيبتي. يلا. خلي بالك من نفسك. أنت كمان. باي. أيوة يا عروسة، الساعة وجاي لك إن شاء الله. الرصيد خلص. الدومة. حبيب قلبي يا ابو حميد، بقول لك ايه يا معلم، ما تخليك جدع وتجيب الطلب ده وصله انا. انت عارف الاستاذ جوهري وانت عارف رئيس فتحتي النهارده، ما تبقاش رخم بقى، حط حاجه. خلاص يا واد، الف الف مبروك يا حبيب قلبي. عقبالنا يا رب ان شاء الله. الله يسهل له يا عم. حبيب قلبي الله يسهل له. مش عايز حاجه؟ My little Nancy. Coming. Hi. Hey, Nancy, you're beautiful. Thanks. Am I early or something? Oh, no, you're just in time. I had a long day at work. I'm trying to relax with a drink. Oh, please, come on in. Okay. Please, sit down. Sit down. Please. Hope I'm not disturbing you, but I really needed my check. Not at all. What can I get you? I've got whiskey, got rum. You look like a tequila girl. No, nothing, thanks. Come on. It's just one drink. Besides, I don't like to drink alone. Oh no. First of all, you were drinking alone. Second, we're not even friends to drink together. And actually, I don't drink. Nancy, I thought we are friends. Mr. Richard, you're only my client. But what if I want to be more than just your client? What the hell are you doing? Just, you look so hot. You're drunk. Listen, you give me my money now or I swear to God I'm calling the police right now. Whoa, relax. Relax, baby. Why are you so nervous? I'll make you an offer you can't refuse. Your check for a kiss. Back off! What? It's a good deal, girl. I said back off! Listen, baby. Let's do this.
ايه ده؟ 81؟ ده ناقص 80. اللي واخد عقلك يا عم ادم. ماشي يا هانا. استهدى بالله بس في ايه؟ بيقول ايه ده؟ في ايه ده؟ جوزك ده؟ لا مش جوزي. معلش استهدى بالله استهدى. مش جوزي. ويت يا خواجة. ويت اهدى بس يا عم خواجة. درينك ايه بس؟ انت متأكدة ان ده مش جوزك؟ قلت لك عشاني مش جوزي. طب ده بيت مين فيكي؟ بتعملي ايه هنا؟ طيب انا مهندسة نيلة تيكور. عملت له تيكورات في الليل وكنت جايبت فلوسي. يو اوت يو حياة أمك. You wanna steal my woman? You wanna steal my woman? Hey! بقول لك يا ابو شو، الراجل ده عايزين نزود له الحاجه شويه، وكلمني في التليفون وزعلان منك جدا وبيقول لي الحاجه طلعت قلة. هو الجدع ده بقى مصري ولا ايه؟ مش هنعرف نضحك عليه تاني يعني. وبعدين ما ينفعش نزعله يا شوقي، ده بيدفع بالدولار بصراحه. اه وبيحرق كتير. طبعا ما هو لازم يحرق كتير. انت ما انت شايفه جرم ازاي؟ بس انت متاكد ان الخواجه قال لك الا؟ ايوه يا عم قال لي الا. ايه ده الباب مفتوح. الزهر بتمطر بيتزا كمان. اه صحيح. خواجة ريتشارد، خواجة ايه ده؟ ايه اللي بهدل الدنيا هنا كده يا شوقي؟ مش عرفني انا، مش كنت معاك؟ الحق
ازرق. يلا بينا بسرعه يا شوقي، الحكومه جايه يا شوقي. بس اثبت. بقول لك ايه، الخواجه ده كان معكمهم. معكمهم ايه ومهبب ايه؟ بقول لك الحكومه جايه، يلا بينا يا شوقي. الله يخليك. حط صوتك، دي فرصتنا وجت لغايه عندنا. بقول لك ايه، الموقف ده عايز رجوله، عايز قلب ميت يا شوقي. اسمع اللي بقولك عليه، انا عايزك تلم الدنيا اللي هنا وانا هطلع واشوف فيه ايه فوق. طب يلا خلصني بسرعه. يلا يا شوقي استر هارب. مين الشاب ده؟ ومين اللي ضربه بالرصاص؟ ودخلك انت ايه في الحكاية دي يا نانسي؟ احنا ايه اللي احنا عملناه ده يا شوقي؟ انا مش مصدق نفسي. وايه الجديد في كده؟ واحد وقلبناه؟ ايوه يا شوقي، بس ده مات مقتول. هو احنا اللي قتلناه يا جدع؟ كل الحكاية ان احنا قلبناه زي ما بنقلبه كل مرة وهو عايش. مفيهاش حاجة يعني لما نقلبه مرة اخيرة وهو ميت. انت شايف كده يا زميلي؟ انا شايف ان احنا ننسى الحكايه دي خالص، والفلوس والساعات دي نقسمها بالنص، ونحمد ربنا بقى ان احنا لقينا الفيديو ده قبل ما يقع في ايد اي حد، ونروح في 60 داهيه. انا خايف قوي يا شوقي، خايف قوي. ما تخافش وانسى الموضوع ده، انا مسحت كل بصماتي من الاوضه بالفوطه. المهم اوعى تكون انت لمست حاجه. انا انت ايه؟ انا مسحت بصمتي زيك بالظبط، وربنا يستر بقى يا شوقي. خلاص حط في بطنك بطيخه صيفي وانسى. واذا كان على الفيديو اهو 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 دشدشتهولك 50 حته. ربنا يستر يا شوقي. هيستر، بس انت تكتم خالص وتحط لسانك جوه بقك، فاهم؟ فاهم فاهم. كنت رايحه اخد منه اخر دفعه فلوس ليه؟ طلع سكران وحاول يتعجب عليا. ايه وحصل لك حاجه؟ على حظي الولد ده ظهر لي على اخر لحظه وهو اللي لحقني منه. الامريكاني ضرب عليك رصاص؟ ليه؟ هو فاكر نفسه فين؟ في شيكاغو؟ الراجل ده انا حوديه في 60 داهية. ده ربنا اللي بعت لك الشاب ده عشان يحميك يا حبيبتي. على العموم مفيش مشكلة، الرصاصة جرحت دراعه وما دخلتش. ده انا ياما شفت رصاص اشكال والوان في العبور سنة 73. احنا لازم نروح مديرية الامن علشان نبلغ في الراجل الامريكاني ده. لا ما هو ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ ما هو لما الامريكاني ضرب نار الولد دخل معاه في خناقة وضربوا بعض والمسدس وقع على الارض
والامريكاني. اوعي تقولي ان جراله حاجه. الولد ضرب عليه نار وقع على الارض سايح في دمه. ضربه بالرصاص ليه؟ ما كنتوا جريتوا والمساله انتهت. هو منعنا، ولولا ان الولد ضرب عليه نار الاول كان زمانه ضربنا بالبندقيه بتاعته. وهو كمان معاه بندقيه؟ يا بابا ده عنده فترينه سلاح كامله. والراجل اتعور ولا ايه؟ ما اعرفش. ازاي يا حبيبتي ما تعرفيش؟ ايوه كده بقت مشكله. الشاب ده مسكين جدا، تورط بسببك في حكايه محدش عارف نهايتها هتكون ايه.